الحد من هذا الخطأ. عضو موسيقية الجمعية الجماعية عوام رسوادة، كنقوم بهذا المجهود هذا المجهود اللي هو كيتجلى بواحد الحملة تحسيسية كتاخذها يعني جميع الأطر ديال المنخرطين ديال الجمعية ديال الموسيقية واللي كنقوموا بها يعني باش نحسوا خطورة هذا المرض اللي خلف كثير من الضحايا، وأن المواطنين كيستهنوا به، ما خصكمش تستهنوا بهذا المرض، لأن هذا المرض هو مرض خطير وهو وباء معدي، ولهذا الإنسان كيخصو يرتدي الكمامة وكيخصو يغسل يديه بالماء والصابون وخصو يدير التباعد، وبخصوص في المدارس وفي الأسواق وفي المحلات التجارية. ولهذا كننصحوا المواطنين والمواطنات أنهم يحاولوا يتخذوا الإجراءات اللازمة ضد هذا المرض الخطير، وشكرا. بالنسبة لكم الحملة واش مستمرة ولا اليوم الواحد؟ الحملة لمدة 3 أيام، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله. كنديروها في المركز ديال جامعة عوامرة اللي العدد ديال السكينة ديالو 45,000 نسمة. هاد 45,000 نسمة خصنا نحميوها وخصنا نحضيوها وخصنا نحسوها بخطورة هذا المرض، وبخصوص أن العالم القروي كاين شوية ديال الإهمال من طرف المواطنين للإحساس بهذا المرض هذا. يعني ما كيعطيوش واحد الاعتبار، ولهذا هذه الحمله هذه كتجلى باش نحسهم بخطوره هذا المرض هذا ان شاء الله. شكرا. اذا المتسبق انا شفت بي مرحبا بكم في هذا البث الحصري والمباشر من جماعه العوامره التابعه للاقليم العرائش، حمله تحسيسيه وتوزيع الكمامات المجانيه للمواطنين والمواطنات. اذا ناخذ تصريح اخر. السلام عليكم، معكم رئيسة التنسيقية ديال جماعة العوامرة والزوادة. بالنسبة للحملة التحسيسية التوعوية للجماعة، طبعا هذه حالتها كحالة جميع المدن والقرى ديال المغرب. نحن في هذه الجائحة كنا نعملوا مجهودات كبيرة باش نحاربوا هذا الوباء الفتاك، اللي هو طبعا وباء عالمي، ما نقولوش احنا يا وطني ولا محلي ولا هذا اللي حصد مجموعة من أو آلاف من الأرواح والأشخاص. وكنطلبوا من الله تعالى أنه يرفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت. والحمد لله التنسيقية مع السلطات المحلية مع هذا قايمين بالواجب، إن شاء الله غتكون مستمرة لمدة 3 أيام هذه الحملة في توزيع الكمامات والتعقيم وكذا منشورات اللي هي توزع على الدكاكين على المواطنين في الشارع وفي جميع المحلات. ونطلب الله الخير إن شاء الله للجميع، والله يشافي المرضى ويرحم الموتى. والسلام عليكم. ومن هذا المنبر كنرفعوا تحية ديالنا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو الكلمة دياله هي الأولى في وحنا طبعا وراء جلالة الملك في كل حاجة. والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم رئيسة الجمعية وهي عضوة بتنسيقية جماعة العوامرة الزوادة. احنا اليوم تنقوم بواحد الحملة تحسيسية لصالح الساكنة لهذه الجماعة والدواوير المجاورة لهذه الجماعة، من أجل توعية المواطنين والمواطنات على حساب هذا المرض هذا كوفيد 19، اللي تنحاولوا ما أمكن نوعيوهم لأنه مرض خطير. وهذه الحملة هذه هي تكميلة لحملات كثيرة قامت بها السلطات والمجتمع المدني لصالح هذه الساكنة. ومن هذا المنبر هذا تنشكر كل من ساهم بتنشيط هذا النشاط هذا من أجل صحة المواطن والساكنة جماعة عوامرة. وشكرا لصحافة شوف تي في على التواصل ديالها معنا وعلى مواكبتنا لهذا النشاط هذا، وشكرا للجميع. وتنقدموا الشكر ديالنا من هذا المنبر هذا لجلالة الملك محمد السادس على مد يد العون لجميع المواطنين من أجل